علاقتكم بودي الجيرين تعدلوا علاقتكم بترجي. تفضل. مقابلة الترجي الزوز ذهاب وإياب تقال عليهم برشا كلام. اه باش نعاود، اعطيتني فرصة، اعطيتني كورة تو راس راس ان شاء الله مالكيها. ما هي تفضل. وانا نمشي نشد الجول مليح. ها تبع. اه يا سيدي. كنا نحكيو على الانفراستركتور في ولاية نابل. وكنا نحكيو على التجهيزات الرياضية وعلى الملاعب في ولاية نابل. سليمان مدينة رياضية بامتياز. شفت لي جروب نتاع الفيراج نتاع الترجي ونتاع النادي الافريقي، من اهم من مكوناتهم الكل، لي جروب كل من اهم مكوناتهم هما شباب سليمان، كيما شباب كل شباب الجمهوريه كل، كيما شباب الاحياء الشعبيه كل. سليمانية يحبوا ياسر الكره، تقريبا مش منقول 95% من سليمان جمهورها بين النادي الافريقي. باب سيوايد نعتمد على فصاحتك بالايجاز خاطر جمهور باش خاطر عندي فيها جمهور النادي الافريقي وجمهور الترجي الذي تونسي. دوب ما طلعنا رسمنا الجامعه التونسيه لكره قدم، قلنا رانا مقابله النادي الافريقي ومقابله الترجي الذي تونسي نحبوا نلعبوهم في ملعب عنده طاقه استيعاب كبير، طاقه استيعاب ملعب سليمان 700 متفرج. سؤالي ما كانش على الملعب. اسمعني عاد، لا الملعب سؤالي انا مش على الملعب، هذاك اسمعك الاجابه تاعك وتحكي فيها. لا لا طلبت سؤال، طلبت اجراء زوج مقابلات قبل القرعه نتاع البطوله، واعتبار سليمان تنتمي الى تونس الكبرى، لانه احنا ولايه نابل وامام افتقار ولايه نابل لملعب يحتضن مباريات كبيره، قلنا سليمان نحبوا نتمتعوا بملاعب تونس الكبرى. سي وليد هذا اللي حكيته قبل في وسائل اعلام اخرى وانا مقتنع بها على الاخر، سؤالي ما كانش على الملعبان، على الترجي، سؤالي على اختيارات فنيه في الترجي مثلا. نسالك عاون نمشي لك ديريكتومون، خمايس المعواني في مقابله الذهاب علاش خرج بين لي ميتون؟ خرج كان عدى ميتون كبير برشا. عدى ميتون كبير برشا، خرج اختيارات فنيه وعدينا دوزيام ميتون خير من خير من برشا. ماهوش هذا الكلام اللي تقال خاطر في سليمان. تو تحب نقول لك شنو اي مساج نجد نحكي معك مساج. هذه خيارات فنيه نسي شكل مفتاح وابدع فيها. خرج خميس كنا خاسرين، خرج خميس المعواني اللي هو بيفو خاسرين نازيرو، هبط وليد الظاهري. يقال هبط وليد الظاهري اللي هو روليير يلعب لوفونسيف، نحبوا نعدلوا تو ثبت تو نحبوا نعدلوا للترجي ولا ما نعدلوش. يقال انه خرج بطلب من رئيس الترجي بعد اعتداء قوي كان على اللاعب نتاع الترجي يوسف العبدلي. مستحيل. لا اولا ديجا حتى صارت مناوشه بين حمد المد في التونيل وهو اللاعب. يوسف العبدلي ما اعتداش عليه، معناتها ما صارتش، صار مع بين عزيز شتيو ماهوش خميس. اي ماهوش خميس، عزيز باهي وعزيز صارت له زاد كذلك، معناتها تم الاعتداء عليه نهارتها عدى ليله في الكلينيك. باهي خميس المعوان لاعب ممتاز على المستوى الدفاعي، خسرين انا زيرو وكنا نحبوا نرجعوا، والا لا كان ادائنا دفاعي نحبوا نحسنوا طريقه اللعب بتاعنا، وقدمنا اداء ممتاز جدا الشوط الثاني. معناها ما صارش الكلام هذا، كان خيار ما صارش الكلام هذا. علاش صار المناوشه في التونيل بين حمد المدب وخميس المعوان؟ ما صارتش بين حمد، تنجم تسال خميس تقول صارت مناوشه بيناتهم. انا ما على كل حال انا ما ريتهاش. باهي مقابله الاياب علاش ما لعبوش المعواني شتيوي محمود؟ مقابله الاياب شتيوي خميس المعواني شتيوي ايمن محمود شتيوي تروزيام افرتيسمون. باهي ايمن محمود وخميس المعواني لانهم هما بري، احنا كخيارنا كاطار فني والمقابلات القادمه الكل اي لاعب ناخذوه بري من اي نادي سوى الترجي سوى الافريقي سوى النجم الرياضي الساحلي وباش يرجع للنادي هذاك ما يلعبش. ايمن محمود بري بري معويني ماهوش بري صح، عامين المعوين. فما كونفونسيون دو ترونسفير وفما زاد كيف كيف كونفونسيون اتفاق بين الترجي الرياضي التونسي مستقبل الرياضي بسليمان اللي رجعوا اللاعب بعد عام. بري ولا مشري ما فهمتش معناه كلام صح، كان كنتوا اعلنتوا قبل ما في 2019 صح عامين. فما كونفونسيون دو ترونسفير صارت كونفونسيون دو ترونسفير، لكن احنا وعدنا الترجي الرياضي التونسي كونه باش يرجعوه لها في 30 جوان 2020. وفما اليوم مفاوضات مع خميس المعواني لتمديد عقد. خاطر انا بعد الماتش سالت، هزيت تليفونات وسالت مثلا، كلمت سالت كنت في الملعب سالت المدرب قال ايمن محمود اسباب صحيه، بعد شويه هزيت تليفون كلمت محمد التويتي قال لي بعثني يعيط. فما كل برشا كلمات مختلفه من الضربي. ايمن محمود في قبل مقابل الترجي وبعد مقابل الترجي ماهوش اساسي، عزيز بوسته وحمزه لطيفي.
فكرتني عزيز بوسيدة كان بري مترجي عايش العب. لا مش بري فا يوفى عقده ما يرجعش الترجي، كان هو عقده الخريج شريتوه يوفى عقده عملنا مدنا له عميل ويوفى عقده ما كانش بري. اي لاعب في المستقبل سيدي مش تسمعها من طبعا سواء من النادي الافريقي سواء من الترجي الرياضي التونسي نتسلفوه من جبو او من نجم الرياضي الساحلي او من نادي الصفاقسي او اي من اي فريق. علاش شواهف؟ لانه مش معقول انت تلعب لاعب في 30 جوان باش يرجع لجمعيته معمول بها في العالم الكل. هذه احنا في احنا نخيروا هذه سياستنا في مستقبل هذه بسليمان اذا كان نتسلفوا اللاعب من عند جمعيه ما نفش نلعبوا قدام. يقال انه حاول محافظه على اللاعب ومحافظه على الفريق. يقال انه حاولت توسط بين الشماخي وترجي. لا توسط رسميا بين الشماخي والنادي الفريق وترجي تونديك الفريق. لا ما حب ما صارش حبيت تربط قنوات الاتصال بيناتهم الزوز. لا اتصلت توسطت بشاد لي القايد وبسي حمادي بوسبيع وبصفتي انا من احباء النادي الافريقي وحاولت قبل ما يتم الاتفاق وقت اللي عبد السلام قدم استقالته. بالمناسبه نحيي عبد السلام اللي هو مدد وحل مشكله ياسين. حاولت نقرب بين ياسين وبين سي حمادي وقتها بعد ما مشى لسعد الدريدي زار سي حمادي واصر لسعد على تمديد العقد لياسين. حاولت قبل ندخل في الفترة ذيك لكن مساعي متاعي كللت بالفشل. بن حمودة اللي كان عنده عرض أكبر من عرض ترجي من نجم الساحلي. مستحيل لا فماش عرض. هو مشي ب 500 مليون ترجي هك ولا كان فما عنده عقد ب 400 ألف دينار المقترح ومش فلوس كونتون ومع باتصالي بسي منصف خماخم. قلت له راهو الأولوية للترجي الرياضي التونسي أنت قداش عقدك؟ قال لي 400 ألف دينار. سي معز المسيري تنجم تكلم سنة 400 ألف دينار ماكسيموم. ترجي الرياضي التونسي عطات 500 النجم عطات 600. لا ما فما حتى عرض من النجم الرياضي الساحلي. واضح. بي بي سي نيوز فاصل راجعين وبعد نكملين في آخر جزء من حصتنا اليوم. بي بي سي أهلا بكم في نشرة جديدة من جلوبال نيوز بيت معكم إبراهيم حمادة. أعلن رئيس الوزراء